بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، يسأل بارك الله فيكم عن معنى هذه الآية والفوائد التي نخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى، ومعناه الامتنان على هذه الأمة بإنزال القرآن. إنا أنزلناه أي القرآن، أنزله الله بواسطة جبريل عليه السلام، وبلغه جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته. فهذا القرآن أكبر نعمة أنعم الله بها على عباده، لأن فيه هدايتهم وفيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، فهو خير كله تلاوته وتدبره وحفظه، كل هذا خير للمسلم ونعم متتابعة من الله على عباده في هذا القرآن. في ليلة القدر هي في رمضان، لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر، وهي في رمضان قطعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في مدح رمضان، شهر رمضان، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، في ليلة مباركة، ومن بركاتها أنها خير من ألف شهر في الفضل والثواب. إنا كنا منذرين، أي الله جل وعلا ينذر بالقرآن، يبشر وينذر ويخوف عباده ويبشرهم ويعدهم، فهو كتاب عظيم، ما نزل على البشرية كتاب خير منه وأفضل منه، فهو أفضل الكتب الإلهية، فهو نعمة عظيمة على هذه الأمة في تلاوته، في تعلمه وتعليمه، والعمل به وتدبره، والإكثار من تلاوته، فهو خير كله ونعمة عظيمة جللت هذه الأمة لنزوله. وإنزاله في ليلة القدر أن الله جل وعلا ابتدأ إنزاله فيها، ابتدأ إنزاله فيها، ثم تتابع إنزاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدة حياته الرسالية في 24 سنة، 24 سنة يتنزل، ولم ينزله جملة واحدة لئلا يشق عليهم، فنزله تدريجيا سبحانه وتعالى ليتربوا عليه وليتعلموه
وليتدبروا به وليعملوا به، فلله الحمد والمنة على ذلك. نعم.